سؤال جميل. سائل يقول، وده مما عمت به البلوى بين طلبة العلم، لو أن شخصا طلب مني أن أساعده في إعداد جزء من رسالته العلمية، أنا طالب دكتوراه، أنا طالب ماجستير، وطلب مني الطالب أو يعني طلب مني أن أنا أساعد طالب الماجستير في إعداد جزء من رسالته مقابل أجر أو جدعنة مقابل فقط إيه يعني نبلا وكرم نفس لعلاقتنا الأخوية السابقة، هل هذا يندرج تحت الممنوعات والمحرمات الشرعية؟ خاصة هذا الرجل قدم لي مساعدات كثيرة من قبل وأريد أن أجامله في مقامي هذا، فما الذي يحل من هذا وما الذي يحرم؟ وقبل أن أجيب في زفرة ألم أطلقها في هذا المقام، إن بعض المجتمعات ذات الثراء والوفرة يسافر طلابها في طلب الدراسات العليا في بلاد أخرى، ثم يعرضون على طلاب العلم المحليين مبالغ من المال ليقوموا بدلا منهم بالرسائل العلمية. فهذا الرجل نائم في بيته، لم يرفع قدما، لم ينقل قدما، ولم يبذل جهدا، وغيره يقوم له بالرسالة، وحظه منها أن يضع عليها اسمه في نهاية المطاف ويحصل بها على درجة علمية مقابل مبلغ من المال يبذله لهذا الكادح. الحقيقة هذه خطيئة علمية وخطيئة شرعية وخطيئة قانونية، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لكن نقول بعد هذا إن الجواب عن هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان هناك لأن هناك من المساعدات ما لا يعد من صلب العمل الأكاديمي الذي ينظم الباحث، توفير المراجع، ترجمة ملخص الرسالة، تفريغ المقابلات الصوتية، التدقيق اللغوي للرسالة، تدقيق المصادر وعزو النقول بعد جمعها من قبل الباحث، إعداد الفهارس، كل هذا لا يعتبر من صلب الأعمال الأكاديمية التي تناط بالباحث والتي يقصد اختباره فيها وتنمية مهاراته فيها. هذا القدر يختلف باختلاف الأعراف الأكاديمية، وهي بدورها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، ما كان من هذا القبيل فلا حرج في إعانة الباحث عليه. أما أن يقوم غير الباحث بالبحث نفسه أو بعمل أصلي فيه مقصود لذاته، مثل صياغة المعلومات اللي بيصوغ الرسالة من في النهاية الباحث ويجمع المادة العلمية، لكن الذي يصوغها، الذي يضع الأجزاء بعضها إلى جوار بعض لكي يؤلف منها منتجا علميا ثقافيا في نهاية المطاف الباحث، استخلاص النتائج، ترتيب الأفكار، مناقشة القضايا العالقة، هذا الشغل الباحث. فأن يقوم به غيره ثم ينتحله الباحث بعد ذلك ويدعيه لنفسه، فإن هذا متشبع بما لم يعطى، مخالف لمقصود الجامعة، مخالف للواقع، نوع من الخيانة العلمية. ولعل مثل هذا الباحث لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشاهد فيه لم يستطع أن يجيب بشيء، لأنه هو حتى للكتاب له ما ذكروش، لم يذاكره ليتحقق به، على الأقل يبقى يعمل لها معلومة يخزنها في الذاكرة. لا شك أن هذا خلل في المسيرة العلمية يخرب البحث العلمي ويخرب الناشئة. ومن قول لإخواننا سواء من القائمين على جامعات إسلامية يعني حكومية أو غير حكومية، الطالب اللي خرج عندنا هذا أمانة بين أيدينا، الشهادة التي نبذلها له لا يجوز أن تكون شهادة زور، لابد أن تكون شهادة بالحق. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاتقوا الله في هذه الشهادة، لا تبذلوها إلا لأهلها، لا ترخصوا الشهادة العلمية، لا ترخصوا الإجازة العلمية ببذلها لمن لا يستحق.
واعلموا أنكم موقوفون ومسؤولون. وأسأل الله لكم لنا ولكم العصمة والثبات والسداد. اللهم أمين. بالمناسبة في فتوى لدار الإفتاء الأردنية لخصت هذا الكلام بالضبط كهذا النحو الذي ذكرته لحضراتكم، ففرقت في هذه الفتوى بين الجهد الأصل المقصود لذاته وبين الجهد الشكلي كالطباعة والتنسيق والفهارس وكذا وكذا، فأجازت الثانية ولم تجز الأولى. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك.